عايزة أعرف بس رأي حضرتك في التصريحات اللي هي ضد الفن وضد فن الباليه خاصة، يعني ووصفه بأن هو عري. بس الناس متخلفة، ومين هيقدر يتكلم عن الفن ويقول إن الفن وحش وفن الباليه فن إلا لو شخص متخلف؟ مش ممكن يبقى شخص طبيعي ويقول الكلام ده؟ فإحنا عايشين دلوقتي في عصر مليء بالتخلف، وعايزين نخلص من التخلف اللي احنا فيه. لازم نخلص من التخلف اللي احنا فيه. طب شايف حضرتك هنخلص ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق حمل التمرد، ولا هيكون طريق ازاي؟ كل الحملات الممكنه. حمل التمرد شغاله وجمعت 9 مليون توقيع لحد النهارده ومستمره، والاعتراض مستمر. دلوقتي احنا في حاله حرب، حرب معلنه ما بين الشعب المصري الطبيعي والناس المتخلفين اللي هم عايزين ياخدوا الشعب ده كله ويودوه لورا، والناس اللي هي بتتاجر بالدين. اوكي، احنا محكومين بعصابه دلوقتي. حضرتك شايف التصريحات اللي بتقول ان النظام الاخواني نظام بيثبت كل مدى غبائه بتصريحات غير منضبطه من ممثليه؟ ده مظبوط جدا. تصريحات طبعا كل شويه بيبين ان هم مش عارفين اي حاجه في اي حاجه. البلد بترجع، البلد بتنهار، البلد بتقع. طب رأي حضرتك ايه على الغاء عروض الاوبرا لمده 3 ايام بالتضامن مع تلك التصريحات او مع اداره؟ اغلب العروض دي مش هتتعمل، والاوبرا كلها مش هتتم ومش هتستمر بالنظام ده ولا بالطريقه دي. هم عايزين يحتلوا الاوبرا عشان يبوظوا الثقافه ويبوظوا الفن ويبوظوا الابداع اللي فيها. كلها خطه لتدمير هذا الوطن، خطة لتدمير هذا الوطن، حتى شغالة كل يوم. طب حضرتك شايف ازاي الفنانين ياخدوا موقف موحد ضد الخطة؟ الفنانين ايه؟ ياخدوا موقف موحد ضد الخطة. الفنانين كلهم زعلانين ومتضايقين وقرفانين، وكلهم بيعملوا الوقفات المطلوبة، بيعملوا المسيرات المطلوبة، بيكتبوا في كل مكان، بيعملوا اللقاءات، يعني بيعملوا هم يقدروا يعملوه. انما طول ما احنا محتلين من ناس لا لها في ثقافة ولا لها في سياسة ولا لها في أي حاجة، فاحنا في معاناة. هل حضرتك ممكن نوصل ليوم نلاقي مفيش دار أوبرا مصرية؟ مفيش إيه؟ مفيش فن مصري. طبعا ممكن نوصل ليوم ما نلاقيش فيه أي حاجة، نلاقي الصالة دي عبارة عن محاضرات وندوات وأي اجتماعات وأي حجز.